روح جيب علي، وإذا ما جاء علي وش نسوي؟ قال هذا البيت أضرم نار عن بكرة أبي. بعدما نشف الماء على قبر رسول الله، ما نبتت الدمنة على قبره. وهذه الأمة الإسلامية هكذا عجيب عمها، تقول الرواية إجا ذلك ووقف عند ذلك الباب، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك الأجر والعزاء. تقول الرواية وجاء ذلك الرجل وقف عند باب فاطمة، يا علي اخرج وبايع، قال وإن لم أبايع قال أضرمنا عليكم الدار نارا. في البيت القرآن قال وإن، في البيت علي قال وإن، في البيت الزهراء الحسن والحسين هذا مهبط جبرائيل قال وإن. تقول الرواية فأرادت الزهراء أن تفتح الباب ووقفت بين الحائط والجدار، يقول فأحسست بها فاتكأت على الباب فعصرتها بين الحائط والباب. أيوة فاطمة، يقول وكان في الباب مسمار غير مبني فنبت المسمار في صدرها. آخ آخ آخ، يقول كانت حاملة بالمحسن فسقط المحسن من زاخم، أي من تلك العصر. أيوة ويله، أيوة مصيبته. يقول رأيت أنامل الزهراء من بين شقوق الباب، رفعت ذلك الصوت فأخذت أضرب الزهراء على أناملها. يقول سقطت مغشيا عليها لكن عيونها على منها، عيونها على علي. قالت سنديني يا فضة، قالت سيدتي ما تشوفين شبيك من حاله، قالت ما عن علي صبره، ما عن علي صبره. تقول الرواية الملائكة واقفة بين السماء والأرض تخاطب رئيسها إسماعيل، ماذا تنتظر يا إسماعيل؟ قال أنا منتظر لرفع الخمار وننزل العذاب على أهل هذه الأرض. أمير المؤمنين يشوفها، كل ما ركضوا بي ركض، وكل ما خففوا من سرعتهم خفف وياهم بأبي وأمي. يقول علي يا سلمان ادرك بنت محمد وقل لها أبوك بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقمة. أبوك صبار كسرت رباعيته. رجع لها يقول لها أمير المؤمنين سلمان، يقول لها يخاطبك علي ويقول يا زهراء اصبري. قالت يا سلمان كسروا ضلعي فصبر، اسقطوني جنيني فصبرت، لطموني على عيني فصبرت، لكن يا سلمان ما عن علي صبرا، لتلومني لو هاجت احزاني، جنك ما تدري بالذي فعلت العنوة، مني خذوا حقي ولا راع الوصي، وهجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس عبرات جري ينظر بعيني بابنا وجه والنيرة،
لا تلومني ضلع انكسار بالباب قو ما قصروا بينا عديمين الامر شناك ما تدري هالعبد بيا ايش سو سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة لا تلومني ضلع انكسار من ضربة المسمار صد واللطمة عيوني وداح الباب وكل ما جرت نكبة علي ازداد وكظمت غيظي والقلب فايض بلحزة قالها يا زهراء يقلك الكرار روحي صبري وعلى ابوك النبي بالدار نوحي قالت عقب حيدر عساها تروح روحي خلني ازلزل هوم ترى ما بيهم احساء اوالي 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 لكن ما ردت الا علي وياها لولا لكن شلون رجعت بابي وامها رجعت وهي تتكي ما ادري على عصا لو تتكي على فضة لو وياها علي بأبي وأمها آخ يقول مكسورة الخاطر ومن يجبر كسرها توعظ وتوعد تشبه الهادي ابن ثرها ونوب انت الوذ بقبر ابوها وتنتخيب رديت وليث الغاب يترقب مجيها يسمع كلام المصطفى بطيب حكيها وينظر الهادي يا ويلي بمشيها جت بغبنها وقفت يمك ندبت وصاحت يا ابن ابي طالب تراني عندك وديعة والهضم والذيل عره وهذا العدو حق زوار ولا لفاء سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة ويلي بنت من حليلة من